كابتن احمد عيد يعني هو الاهلي دايما كاس العالم بينده له، مش فاهم يعني تفسيرك ايه؟ انا عايز تفسير في القصه دي، في شيخ مثلا حاجه لا. احنا اتكلمنا في الموضوع ده بس انت اللي كنت فات اجازه. ده اللي فات لا انت كنت اتكلمنا اجازه. فانا مش لا هتكلم في الموضوع مش تاخد كتير. رخيتني في الكلام ده غير معايا، ماليش دعوه. لا هو ايه مش فاهم، ما اتكلمنا بقى، احنا اتكلمنا في الموضوع، قلنا الاهلي محظوظ في الحته ديت اللي هو مش ده بيبقى، مش حظ، ما هو مش ده حظ. رزق، ايوه انا بقول لك محظوظ، يعني رزق. مثلا زي ضربه الجزاء بتاعت الماتش اللي فات، ما هو الاهلي محظوظ ان الراجل صدها. لكن ده سؤال تاني كنت هسأله لك برضه، ايوه لو انا انت من عارف. الاهلي كنت تعمل ايه لطه طهر الطاهر؟ لا طار الطاير. كنت هتعمل له ايه؟ يعني انت يستاهل ايه بذمتك؟ يستاهل غير البوسه طيارة، يستاهل طيارة. مفيش اطهر من كده بصراحه خالص. يعني. مش كده، احيا احيا كل حاجه من ما جديد. هو احيا للاهلي اماله طبعا. وخلي بالك بس ساعات بس انا قلت لك كنت معاك هنا من اول ما كنت قاعد على الكرسي اللي هناك دوت، والكابتن عبد الجليل قاعد هنا، وقلت لك كان بعد ماتش الاهلي 2-2، قلت لك البونت دوت هو اللي هيصعد الاهلي، البونت اللي هو الاهلي خده من ماتش سان داونز هنا في القاهره، قلت لك البونت ده هو اللي هيصعد. وفعلا الاهلي لو ما خدش البونت دوت هنا كان خرج خسران الماتش. واتكلمت في اليوم دوت على الشناوي، الشناوي فرق مع الاهلي في نتيجه الماتش الشوط الاولاني، ده شال لو جولين ما النتيجه بقت يتشالوش. 2-0 الموضوع كان هيبقى مختلف تماما. فهو خلى الاهلي في الماتش ورجعهم، والبونت دوت هو لحد دلوقتي اللي احيا امل الاهلي. الاهلي لو كان خسر كان زمان خلاص الموضوع منتهي. وفي الاخر طبعا هو كان الموضوع باقدام سان داونز، ومن حسن حظ الاهلي ان فرقه سان داونز من الفرق او الفرق الافارقه دايما بيلعبوا فير، يعني ممكن يبقى عكس موضوع شمال افريقيا شويه بتاع الكلام دوت، هو يقول لك الزمالك اقصد لغايه 26 ممكن ما يشاركش في كاس العالم؟ لحد ايه؟ 26؟ ما احنا بنتكلم على حاجه، دخلتني في الزمالك ليه لا اصل انا وممكن سؤالي مش كان، عارف ايه؟ انا سؤالي كان كاس عالم اصلا، طب انت اللي دخلتني في الحاجات التانيه. وليه ممكن ما يشاركش ليه؟ انت عارف ان الزمالك السنه الجايه ممكن ما يشاركش في دوري ابطال افريقيا؟ ما ممكن عادي، والسنه اللي بعدها ممكن يشارك. 25 اتلعبت كاس عالم خلاص يعني. لا ما هو ما 21 22 23 24 دول الاربعه اللي هيشاركوا. ف24 السنه الجايه دي اللي هو مفترض اللي بيجهزوا لها. وعادي، والموضوع كله لسه في الملعب، وايه المشكله اما ما يشاركش؟ ما يشاركش عادي. لا المشكله انه لعيبه الزمالك لازم تبقى فاهمه ان هي عماله تهدر حاجات على نادي زي، بتكلم بجد بقى، على قدرة. نادي على نادي زي الزمالك. هو لعيبة الزمالك الحالية لا تليق اللي هي تاخد بطولة افريقيا اصلا، ما تقدرش تجيب لك بطولة افريقيا. حتى تشارك يا كابتن، ايوه انا بقول لك هي ما تقدرش ده انت تجيب لك ممكن ما بطولة تشاركش افريقيا. كمان، ايوه مش ان انت تجيبها. ما هو ده طبيعي، وده لا وضع بس انت، طبيعي لا بس، للي حصل الفترة اللي فاتت، وضع طبيعي للصفقات كلها اللي لا كانت بس يا كابتن موجودة على اللي جت الاقل الفترة اللي اشارك، وبعد فاتت. كده النادي يبني من جديد بقى. ما انت ايوه عندك ماشي، فتره انتقالات في الصيف، ما انا معاك. تقدر بقى تغير تجيب تودي، قصه تانية. هو انا قلت لك ايه اول بدايه الموسم؟ قلت لك انا مش طالب من اللعيبه دي تاخد دوري ابطال افريقيا، قلت يروحوا انت قلت للعيب لي في روح لابعد حاجه. اللي يروحوا لابعد حاجه، ما مظبوط انت هتدي خبراتها تبقى موجود على طول، مظبوط اعدي دوري المجموعات، هروح مظبوط قبل النهائي ولا حاجه، وحتى مظبوط، لو خرجت حصل. انت عندك مشاركات قويه واللعيبه تاخد خبرات. لكن الموضوع بيدار بشكل عشوائي جدا، واتكلمت في الموضوع دوت 100 مره، ان المنظومه كلها متلخبطه، كابتن عيد بس الاداره انا، اللعيبه يا جماعه الجهاز انا بقعد فني اسمع الجهاز منظومه اداري. منظومه بس يا كابتن. اللعيبه يا كابتن ما فيش في الملعب مهما كان يا ايوه كابتن، ماشي، ما انا معاك. وهو الاسماء اللي موجوده ما تحس برضه هي ما لا يبقاش طليق اللي هي تبقى في اسامي كتيره لا طليق اللي هي تبقى موجوده في وفي نادي اسامي الزمالك. كتيره برضه جامده في الزمالك، ما ينفعش برضه النتائج تبقى كده دي حقيقه انا معاك. هو انا يعني. ممكن اكلمك على بطوله الدوري، يعني فتوح والمسلوسي ممكن اكلمك والونش على رجع بطوله وعبد الدوري. الغني وحسام عبد المجيد وصبحي. بص هقول لك اسماء قد ايه، وفاروق جعفر اللي هو سيف، وحتى دونجا، حتى يوسف اسامه نبيه، زيزو، الجزيري، بالحاج اللي جه، منسي، كل دي اسماء يا كابتن في الاخر قويه جدا. انت بتتكلم في ان انت النهارده لعبت الكوره، لما بتديش حاجه حقها خلاص الموضوع بيختلف. ما انت ما الاسامي ديت كانت موجوده السنه اللي فاتت، وكانوا مدين لكل حاجه حقها بترابط الجهاز الفني، انا اقصد ترابط الجهاز انت عارف انا الفني بقول لك كده ليه؟ والاداره. عارف بقول لك كده ليه؟ عشان ما يبقاش اللعيب عايش طول الوقت يا كابتن سيد في دور اصل الاداره السبب، اصل لا عشان ما هو فيريرا، مش الاداره. لا انت احنا بنطلع هنا بنشرح ما انا اللعيبه، بنعيد اللعيب. ما هو اللعيب اصلا انت انت بتاخد فلوس لازم تكون وبتاخد على ملايين الاقل وبتاخد شايل وبتاخد ومفيش مقابل 50% من اصلا. المسؤوليه، اللعيب كده. بس بامانه النادي جوه النادي بيوصلوا رساله للعيبه كده.